إذن السلام عليكم. اليوم راح نتناول دولة ساحلية، دولة تشاد. هذه الدولة اللي الدستور تاعها ينص أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، هذه الدولة اللي تلزم في المعاملات الرسمية الكتابة باللغة الفرنسية واللغة العربية، إلا أن اللغة العربية لا تدرس في المدارس ولا في الثانويات ولا في الجامعات إلا في المدارس الخاصة أو بعض الكتاتيب. والسر في ذلك أن الإمكانيات غير موجودة. إذن نتيجة عدم وجود الإمكانيات تم تعطيل هذه المادة الدستورية. لتشاد كانت لزيارة أثناء أزمة اللاجئين في إفريقيا الوسطى، فرغم ضعف السكان، رغم هشاشة البنية التحتية، إلا أن التشاديين احتضنوا المسلمين من إفريقيا الوسطى سواء عبر الحدود أو سواء في مدينة نجامينا. وحاولت نجمع المجتمع المدني، حاولت ننسق مع الدكتور هجار واللهنا الله يذكره بخير، وسوينا إعلان نجامينا. هذا الإعلان وين يحاول يحسس بهذا المشكل ويحاول يقدم معونة معنوية ومادية لهاد اللاجئين، وكان نجاح باهر لهاد الإعلان. وكذلك كانت لي فرصة أثناء تواجدي وفي خلال يومين أو ثلاثة أيام أن نذهب إلى أقصى الجنوب على الحدود ما بين تشاد وإفريقيا الوسطى لزيارة اللاجئين. والملفت أن أثناء الطريق راح تشوف العديد من المدارس القرآنية، أطفال صغار حتى أنت تخجل يحفظون القرآن ترتيلا وكاملا أحسن من الناطقين باللغة العربية، وكانت لنا متعة للاستماع لهم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. كما أن كانت لي أثناء زيارة العديد من مراكز الإيواء ومراكز اللاجئين عبر الحدود أن نلتقي بالعديد من اللاجئين، وقد أتذكر هنا أنني التقيت بأحد اللاجئات اللي قتلوا لها زوجها أمامها وغصبوه وتم اغتصابها وتم الفرار. وأثناء المرحلة تاع التواجد تاعنا هي وصلت وليدها، أما الآب تاعها وليدها الآخر لم يصلون لأن يتمشاو أكثر من 10 أيام أو 15 يوم بجوع وبرد في الليل ومناخ قارس، وبالتالي معاناة ومعاناة كبرى. والعجيب أنه أحياناً لما تقول لهم هل تحتاجوا أموال، هل تحتاجوا صدقات، يقول لك لا، الشيء المهم بالنسبة إلينا هو تعليم أبنائنا وكذلك العناية بالصحة. إلى جانب هذه المآساة الإنسانية، تشاد كذلك تحتوي على مناظر طبيعية، سواء في منطقة أوزو في الشمال اللي كانت في يوم من الأيام محل صراع دموي ما بين ليبيا وما بين تشاد، وكذلك في المناطق المترامية الأطراف للتشاد وبالأخص بعض مناطق الصحراوية. ولا ننسى أن نجامينا هي من الدول الحدودية، أي
من خلال العاصمة وعلى بعد 6 أو 7 كيلومترات ممكن تدخل إلى الكاميرون ليفصلها بس بحر. وبالتالي هذه المنطقة كذلك يوجد فيها العديد من الإفريقيين وبالأخص من الكاميرون إفريقيا الوسطى نظرا للأزمات التي تعيشها بلدانهم، وهذا مما زاد عبئا على الدولة. كما كانت لي العديد من اللقاءات وهنا مع أخت إدريس ديبي اللي تعتني بالتعليم وكذلك ببناء القدرات الذاتية للمدارس وكذلك بمحافظة نجامينا. ولهذا هذه الدولة اللي هي دولة ساحلية، دولة ممتدة من حيث المساحة وكذلك مشهورة بأن سكانها يقول لك أننا من المفروض الدولة المنسية في جامعة الدول العربية، لأن لما تروح للأسواق، لما تروح في شوارع نجامينا في أعماق الدولة أغلب سكانها يتكلموا اللغة العربية ولكن لغة فصحى ولغة قح، وكذلك العديد من العادات والتقاليد اللي موجودة في صحرائنا الكبرى يعني شفتها متشابهة مع السكان اللي موجودين في العديد من البوادي اللي موجودين في تشاد. نشكر التشاديين على ما قدموه وما يقدموه للاجئين لإفريقيا الوسطى وللهبة الإنسانية. بهذه العبارات ننهي حلقتنا اليوم حول تشاد، وندعو لهم بالتوفيق وبكذلك ربي يقدرهم على كذلك الاستمرار في المساعدة. وتابعونا في الحلقات المقبلة مع دولة أخرى وقارات أخرى، وشكرا.